لكن ايضا الكاف لبدر بنون مدافع دوري ابطال افريقيا نسخه 19-20 مع الرجاء. نشرت الصفحه الرسميه لبطوله دوري ابطال افريقيا وكاس الكونفدراليه التابعه للاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف فيديو عبر موقع التواصل تويتر للمدافع المغربي بدر بنون خلال المشاركه مع فريقه السابق الرجاء المغربي في البطوله الافريقيه عام 19-20. جاء التعليق على الفيديو كالتالي: 7 مباريات، 3 أهداف، 2 شباك نظيفة، مدافع الأسبوع بدوري أبطال إفريقيا هو بدر بنون عن نسخة 2019-2020 مع الرجاء المغربي. الجهاز الفني للنادي الأهلي كان قد وافق بقيادة الجنوب الإفريقي بيتسو موسيماني على طلب المغربي بدر بنون مدافع الفريق بالبقاء في قطر وعدم العودة للقاهرة عقب خروج منتخب بلاده من بطولة كأس العرب بالخسارة من الجزائر بركلات الترجيح، لا سيما أن المارد الأحمر سوف يتوجه لقطر إن شاء الله يوم الجمعة المقبلة لمواجهة الرجاء المغربي على لقب كأس السوبر الإفريقي. يأتي هذا القرار منعا لإصابة بدر بنون بالإجهاد من جراء السفر والعودة لقطر مرة أخرى. الحقيقة دايما النادي الأهلي عندما ينظر إلى كل هذه الأمور ينظر بمنتهى الاحترافية وبمنتهى الاحترام للاعب. اللاعب عايز ياخد أجازة واللاعب، ولكن دائما ما يكون هناك تنسيق. الكابتن سيد عبد الحفيظ دايما بيكون عنده تنسيق كامل وكبير مع كل اللاعبين للنادي الأهلي اللي بيكونوا موجودين مع المنتخب، والحقيقة الأمور ماشية على خير ما يرام.